ريحتي ما لذيذة. لو كان اختي تموت ما نعرفوش ندير في عمري. جميلة تعرفيني انتو ما الكل في هذا الدار ما تحبوش البكا، وانا واش نعمل؟ واش نودي وسلم على الولاد؟ ولادك على راسي وعينيا. ماذا معاها؟ لا ميمي يسعد لي عشرة. وما لا خلاص برك انا من هذا البكا هذا. اسمح لي انت مسافر وانا نفول لك بالتلواح. الله حاجة ما تخفى لك. كيفاش على بالك باللي انا رايح؟ انتوما الكل في هذا الدار نهاري نخرج تعملوا وعدة، والحمد لله اللي راني عسلكم الدار بلا شهرية. يرحم والدي قولي لي كيفاش على بالك بلاني مسافر وما علمت حتى واحد في هذا الدار؟ عندك الزعلي لا ميمي، خرجت وخلات لي المفتاح هذاك باش نسنى الخياطة تقولي على قداش تجوز. جميلة هذا راجل عيط وقال لك على الطيارة تروح على الستة، يجوز للدار هو يديك للمطار. اه يا ربي وما خبرتينيش. نسيت تلك سلامة ان شاء الله تسيبني هنايا. راكم راحلين؟ انت عودتي نصيب دويرة وانا فرانك ما نسعاش باش نساعد اختي المسكينة. راهي مريضة؟ قال لها الطبيب لو كان ما توسيش العملية تموت، ومنين تصيب هذاك المليون باش تعاون روحها مسكينة. هذا ما كان ليك المليون مبلغ قليل، وعلى هذاك اللي حبيت نبيع هاد السلسلة. علاش تبيعيها؟ اديها البنكة. البنكة تعطيني فيها زوج فرانك. انا قلت نبيعها لا ميمي بصح هي على الصور دي تموت، قالت لي نعطيك فيها 500,000. تعرفي هاي هي وحدها هاي، انا اسلف لك مليون. يا سي التوفيق الله يعطيك ما تتمنى. صعب شرط اتهلاي في الدار وفي الولاد كيما يلزم. كاش ما صار حاجه عامل لي تليفون. هذا ما كان مالك ما يزيد شي خرج من الدار يعس عليها ليل ونهار. دوك راح نجيب لك المليون. السي توفيق خبي عندك هاد السلسلة في الدار. اه خليها عندك. ما نخبيش عليك يا السي توفيق، قلت المالك راح نبيع هاد السلسلة، ولو كان يشوفها عندي ويشوف الدراهم تعرفوا يعمل حالة فيا. والله غير خسارة عليه، رانا عائلة وحدة. ايه تعرفوا هو ما يحبش. خذ السلسلة. صح كي نرجع من السفر نفهمه ونرجعها لك. السي توفيق الله يعطيك ما تتمنى، بالك هاد السر يقعد بيناتنا. مع من تحبين نهضر؟ بكرة نقلع منها ساعة، أسنان نجيب لك دراهمك. تقولي عليا أنا جايحة، وأنتي زوج كلمات قرب لعبت بيك. خوها تاع البلاد يبعث لها الدراهم. عبالك الناس الكل كيما السي مختار. سمعي سوارد خوها ولا سواردها رديهم له. والله ما يشوفهم حتى نعرف منين جابهم. يا بنتي هبلتي، ما ربحناش وحنا نسبحو، نربحو وحنا نسرقوه. رديهم له حرام عليك. حرام عليه هو يدس على يمات بنته. يحلف يحلف بلي ما عنده حتى فرانك. وحتى لو رديتهم نقص منهم قسم من شي. هذاك واش قلت لك هبلتي؟ الا نقصتي منهم سرقناهم مالا. شكاين اما قلت لك تعلمي تهضري بشويه كيما ناس المدينه، وانتي صوتك ينسمع من قطع الواد. راكي تهضري عليا. فهمت يا بنتي، انا هذا هو صوتي اللي فيها الطبيعه ما ينساها غير الا مات وخلاها. خالتي مريم يسجيك برك خويا يدخل الدراهم مازال ما صبناهمش. ها كيف نعملو؟ نسيت ما قلت لك شما واش الجاره يتحوس عليك باش تخرجي معاها. يلاه روحي وانا نلتا بشغلي، واللي حاب يقلب الدار راهي ليه. نقول لك حاجه، الدار دارك قلبيها ولا فيها كيما بغيتي، انا الدراهم على بالي براهم. ماما هذا الريدو لا ميمي ما تحبوش كيكون هكذا. سكنوا منا. وش هادي السلسلة؟ وعلى السي توفيق وين رماها بوه؟ لو كان صابتها لا ميمي كنت متوخت. الحمد لله اللي طفرتها. والله شابة. نشوف شوف جات من شهر.
شنوطك لازم نخبيها باش ما يشوفهاش منك. هذه البقلاجه هذا هذا تلاتاي هذه السكريه حين عمرها هذا تاع البسوخ شوف هنا هاد لباطة عندها عاوية هنا خبيها هنا هكاك ما يشوفهاش مالك جميلة جميلة راني هنا لا بيني واش راكي تعملي هنا راني نكتب يميني ما شتيش الدنيا مهملة كي تخط الصبح كامل مستفيها على غفير راني سقم يا اسمع ما تقولي ليش باللي راكي خرجة لا ميمي العزيزة راني رايحة نشوف اختي في السبيطار سبحان الله كل ما تحبي تتزلقي ها تصيبي السبب اختك في السبيطار وهذه الارض نتاع الدنيا كامل حكمات اختك بعيد الشر عليها لا ميمي بعيد الشر عليك قالها الطبيب لو كان ديرش العملية اختي تموت انا قلت مش مزقاليها باش دير العمليه ولا ميمي ياك شوفي رتب لك الدنيا وجدت لك الله الله واش نزيد لك انا راني قلت لك كيما يقولوا في الافلام كل شيء تمام انا نقول لك غير باي باي دير هنا قطك كانت ترد هادي وعلى شهنا هيا اش خدع يا عباد الله شوفي سق سيدة وانتو فيق حط الهدية متاع بنتو حلفت ما شفتها وهي هنا ولا واشنو بالك حب تسرقها شكون اللي يعرف بصح هاد السنسلة راهي ملبوسة سنسلة قديمة وش بيه التوفيق يشري هاد السنسلة وبنتو صغيرة ماشي ليه اوف معلش بنتي تلبس وتزيد أمل بنتي فهمتك شحال مرة وحلفت لك وقلت لك باللي بابا راه غلط عمري ما تكلمت مع هذا بابا هنا على الزواج بابا سيدي عمره ما يكذب صح شريفة هي اللي قاتلو شريفة شحال نكرهها لو كان زين نشوفها حتى رجلها في دار ما تشوف أمل بنتي شوفي قبل إن شاء الله تروحي للمدرسة وما تحطي حتى حاجة في قلبك شحال نحبك يا ماما وانا تاني بنتي نحبك لازم تعرفي بلي ما عندي غير انتي في هاد الدنيا كي يسمعك بابا سيدي غير بابا سيدي ما على باليش به يمرض لي بنتي وتحبيني نحبو ما نحبوش سامحي ماما ما يزيد يعاود كولي 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 ولا دوك نوكلك كولي راني نقول لك ولك اللفعة تاع يما داوهم راني ثابت خليتهم في السروال ونسيتهم
يا خويا حتى انت ثاني كل ساعه تبدل حوايجك وما تقلب لي الجوب بل كنت على قمجه كورتاركم جا وش بين كورتاركم جا خلاص خلاص والو والو خلينا في المفيد درك كيفاه نديرو باه نرجعو دوك الدراهم قلت لها بلي تاوعي ما امنتنيش خليني منكم شطارتك عاتي قوي ما عندها الحق خونا يبعث لك المصروف كي تقولي اهل دارك يبعثوا لي باش يردوك كي تقولي اسكت اسكت تشربها بالصحه والهنا يا سي مختار طيبت لك الكاطو في الكوشه حتى تحرقوا يديا ها القهوة اللي تبغيها اللي جاتها لك اختك العزيزة ماشي ماما اشرب وقعد راسك هكذا باش تصيب باش تحرقني انا وماما شدي فمك كاش ما قال لك هو ولا انت عفيني خليني في حالي وزيد الكلام ما بين اثنين الثالث مال ودنين فهمه يا ست فلس فيك تكوني راسك وراس امك فرحان اليوم من السما ولا من الارض دراهمتي اللي سرقتهم طيحوا بهم لا لا ما سرقوهمش اخويا خباوهم برك دوك وحده فيهم تروح تجبدهم ونشرب بهم زوج جويجات اخويا ونحمرهم ياك تحب الجد لا لا اشري دجاجه وديريها ليك ولا لخوك نشرى هكذا باش الرجل اللي يسكنكم يخطيكم عتيقه شدي لسانك ولا قبل ما اخويا يكذب عليك سينيه ايه عندك الحق ايه انت مصدره كي العروسه مع سيدي خوك ايه وعليها لا وعتيقة المغبونة كل خدامة الطيب وتحط وتسكت ويلا هدرت ما كنت يديها تنقلب عليها حطي ما تستهلي هاتلي لا ما تستهلي لا قهوة لا قاطو ندير في شي نقبي لما هاتلي لا هاتلي سنيرة والله ما تستهلي يا لنا حرقتني سخونة شش جيت على قلبي موتي والله عقلي والله اسمي مختار يا بلا يا بردة هايدك هايدك يا خويا هايدك نجاو نجاو سقسي حراتك نسمعي اما ترجعي اليوم ان شاء الله مسكينه تكون في القرايه في الامتحانات نشوفو نشوفو نسمعي علاش ما جيتيش البارح كانت واحد الحفله هايله ايه انا كان عندي ثلاثه عيد ميلاد وما راك حتى واحد خساره كان جيتي تشوفي بنات العاصمه كيفاش احتفلوا بعيد ميلادهم خصوصا عيد ميلادك هنا الخيرات والموسيقى وشايلها بابا واحد السلسله كيما هذه تاع عيد ميلادها فكرتيني عبيك لبسها ان شاء الله حتى واحد ما يشوفها ممكن يسرقوها لك بعيد الشر ها هي جيب نشوفها خبوني خبوني ما تشوفيش ما نشوف شحال شابه هيلا كي نكبر نقول بابا يشري لي وحده واش شي لك يا شاطره سلسله كيما تاع هنا وين نشوفها شوفي واش هانك واش بيك وجعتيني دوك تكسير الهدايا شحال هي بابا شوف لي شراها هاك شوفي واحد الغيوره واش بيكي واش راه عليك ما انا بارح عيد ميلادها وبابا هاش راه لها هديه لعيد ميلادها هيا امل في طريق نحكي لك يا اخي غيوره زواخه على بالك منك ما تشريكش وحده كيما تاعي شري لك طرم تاعك يا زواخه شايف يا اخي غيوره على بالك ياسمين قريب نحبس قلبي السلسله كيما تاع ماما يا ماما يا ماما بلعبني يا ماما شوفها يا ماما يما قلت لي يما قلتني قلتني يا بنتي وحدايدي تلقاو لي الشدايد هاكي المسياسه بيعيها وكي ما حبيتيش تردي له دراهمو اعطيني دراهمي المسياسه بحصك ليتها والله ما يديهم شريهم بسلسله نحرقهم والله ما يشوفهم يا بنتي ماشي من غير دورو ايه هذيك السوسه نتاع اختو تحت راسو ولا كاينه حاجه ما على بالناش بيها لا 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 هاني سبتها كي يدخل ونقول له بلي ياسمين لقاتهم وانا خبيتهم يا حيل يا حيل ما تخليش روحك ما تجبديش كاع ياسمين حنا قلنا لها بلي ما شفناهمش وبابا هتلمنا وانت تقول نقولوا لياسمين هادو نتوما واش داني نرقو حتى نتني انتي هي مالا درك ها اللي دار حريره يكمد بها نصاب ماما ماما ما لقيتش هذيك السلسلة واش من سلسلة؟ هذيك السلسلة اللي قلتي تهديها لي حقا فكرتيني لازم نسقسي واش عملت بيها سلفتيها؟ لا لا وحدة تخدم معانا جارتها ولا اختها تبيع صياغة وكي احتجت قلت نبيع شوية صياغة معليش كي ربي يفرج علينا ان شاء الله نشرو مع خير
أمل، أنت كنت مريضة وأنا ما خدمتش، وكي ما خدمتش ما خلصتش. على بالك وين سنسلة؟ وين راهي؟ راهي عندها أنا، وعلى بالك شكون هداها لها؟ شكون؟ باباها، سمعتي باباها؟ أمل على بالك اليمين شو كانت كمل هكذا، انا خايفه على دي يرجع يحبك خير مني. تعالي تبعدي عليا نبكي. اذا حب ربي يطول العمر العود هذا يربح ويرجع لك خيرك. كان واحد المنافسه وحبيتو يشارك، شكون يركبون؟ حنتي؟ ماذا بيا بصح لازم نخير بين الامتحانات والفروسيه. ها شوفي اللي تخرج عليك. ولو كان فرط في الامتحانات والدي يزعفو والعود خلاص، شكون يركبو انت؟ انا والو، بصح لو كان ياسمين تقبل. ياسمين نعرفها؟ ايه تعرفيها، نسقسيها واذا قبلت راهي تربح. هيا راح نشوفها. تكون صابتها اليوم نعرض وخد. ايه دوالو يديك، واش درناك لهنا؟ لا ميمي، شفت قريلو يدخل وقريلو كي يدخل للدار يوخدها. قريلو ها؟ ماشي فوير. لا لا دوك انا نخرجو. ايه في داري كاين قريلو. اسمعي راني فايقه بك، ماشي هذه خطر الاولى اللي نشوفك تقلبي في هذا البيت. علم ماش راكي تحوسي؟ اسمحي لي كنت نحوس على الباطا، كي ما صبتهاش انا خفت كاش واحد يرفدها وتحصلي فيا انا. وانتي واش دخلك ديالك؟ لا لا بصح شوفي هانا راهي صابتها لبستها وخرجت بيها، لو كان بعيد شركاش واحد يخطفها لها ما شوف السيارة. هيا روحي لبيتك. أما لا ميمي ولا غير بزاف عليك، ردوا لي تعيطي عليا ولا غير نروح لعند اختي وكي يجي السيد توفيق هو يفريها بيناتنا. صح صار هكذا ها في داري وتهيطي عليا. ها انا نروح لعند اختي ونخلي مالك هو يأس الدار كيما وصاني السيد توفيق. روحي كنتي كي مالك. هادو ربع مرات وانا نجيبك للمركز وانتي ما زلتي كما لا نصير كي بلعود كيما هما. يا امال بالاراده الانسان يوصل للقمر. شوفي ها شوفي هما كشمع خافوا. هما عندهم والديهم يشجعوهم ماشي كيما انا. امال كاش نهار طلبتي حاجه وعزيناها فيك انا ويماك؟ لا لا لو كان عاش بابا خير صار وشكون يعرف؟ كاين والدين اللي يكرهوا المعيشه لولادهم. لا لا بالعكس بابا كان كيما كنتقول لي ماما حطني فوق راسه. ماما تهضر بزاف وبلا فايده. بابا سيدي على كل ما نتكلم لك على بابا نحس بلي تكرهو. خلاص ما نزيدوش نتكلموا على باباك. شوف شوف هذيك منال تعرف تركب العود حالها. ايه عاشريها ترجعي بحالها. دوك انا نروح نتمشى شويه وكي تجي ياسمين نخليك وندخل. مساء الخير. ما تبعديش ها؟ واش مازلتي تخافي من العود؟ لا لا شوية. الكل كنا نخافوا في البداية ومن بعد هذيك خلاص. أنا لو كان ماشي بابا سيدي ما نطلعش فوق العود، لو كان تشوفينا ما تخاف بزاف العود. أوه يما وين كنتي؟ يلا أمل مانيش ندير سخان، غادي نروح لها العليا. بقى على خير. بقى على خير. يخلي تحتاجيها نجيبها لك حتى يفرج ربي. تكبر بنتك وتخرجك. اما انا حابه نخرج نرفد القفه المحنقبين نشم الهواء نشوف الناس. مليت من هاد ربع حياتي هادو. ما يحبش في البلاد كنتي تخرجي في البلاد نسى كل ما يخرجوش، بصح في المدينه راه ماما نطرق. شفتي يا ماما شحال من مغبونة تمنى تكون عندها دار كي هادي
سحمدي ربي لا تدور ساعة وترجعي في ندامة. أنا ندم على هاد المعيشة يما، راني مدفونة وأنا حية بكوشة مع هاد الرجل اللي حصلتوني بيه. يماك على بالك، نعلي صوتي برك، نعلي صوتي خدي حمار. مساء الخير. خلاص هبلتني بينكم. مساء الخير ماما. ماني لو كان نحكي لكم الصار. شوفي هاي الدخله نتاع بنتك باليوم ما فيها. هيا احكي لي بنتي، احكي لي وش صار. صباح الخير. صباح الخير بنت حمزة. مزيري لحقت عليك. غير خير، واش جاباك؟ واش سبت روحك صغير؟ مازلت صغيرة. وبنتك خلات لي عقل وراي. خلاص وجدت روحها وخليتها تستنى فيك عند الجارة. بابا حوصلي على قرايتها. لازم نغيرها نظريتها ونقول لها الحقيقة. لا بابا الله يسجيك، خلي الطفلة في نيتها. أمل هادو ودت برا. توفيق راه مسافر وسمع بأمل مريضة وما عملش حتى تليفون يسأل عليها. وانت وشريفة؟ شريفة حقيقة تحب كيختها ولا أكثر. بصح اليوم ندخل في راس أمان بلي لازم تعاودي زواج. وإذا هذا التوفيق ما صدقش نجيب لك ربي مكتوب آخر. بابا خلينا من الهضرة. لا بنتي ماذا بيا، قبلنا نموت نخليك مهنية في بيتك. بحيت الشر عليك بابا، راح الحل عليا. شوف ما تقول لها والو، خليني أنا نفهمها. ديما راسك يابس. سلامة بابا. صباح الخير. نقول لك كوني ما شفت سارة. سارة سارة عندي بزاف ما شفتهاش. قلقت نسيبها. ما على بالي. ما شفتها كل عام تحوس عليك. هما كاين واحد الشاب انا نطلع لها في عودها. شوفيه بالك هو على بالك. صح. يا مين انا خايفة، انا خايفة لو كان هنا تربح لي. لا تخافيش راني نقولك انت اللي تربحي، ما كاش طفله تركب في العود خير منك. انا ساره كي ديت لك العود ماشي هكذاك برك. صح. مش خطرك دبت عليك. صح. يا مين واش دير هنا؟ انا راني نستنى في الحبابي دير صفايح العود. كان واحد الطفله يقولوا لها هنا راهي تحوسها على صار. هنا والله هذيك. قولي عاد راكي تحوسي عليا. انا نحوسي عليك؟ راك غلط. سمحي لي غلطت. قولي راهي تحوس على اللي مستكلف بعد ساره. انت مين؟ ايه انا اللي من هاي ساره. ما رايش في جيبي؟ ماش تضحك معاك؟ سمعت. اوه لا قل عليك، ساره ما كاشها والعود انا اللي مستكلف به. اسمح لي انا حبيت ولي ما تركبوش ممكن انا نركبو. خسارة تفاهمت مع واحدة. شكون هي؟ اليوم ما تجيش. صح ولا حبيتي تشوفيها؟ خلاص راهي راحت. اوف خلعتني انا غير شفتها وصلت خبيت. انا كنت خايفك شو وحده تكون خبرتها. لا حتى واحد اللي يحبها. وزيد حتى واحد ما على بالي بلي انا نركب عود ساره. العود عارف وقابل يكفي. هيا روحوا ندربوا ولا خلينا نروحوا. لا انا نروح بلديه هبدي باش نتلاقى غير مع امل. جي مامي جدها يحلل فيها باش ما تتزوج. يا اخي ترابيا احنا في البلاد الوالدين يتزوجوا يطلقوا دراري يغموا فمهم يهبطوا راسهم ولا المطرق ليهم. نعم هذا هو النمر. بصح ما كاش سهل. شريت عليا الصياغه. الصياغه اللي شريتها عليك نتاعك ولا السلسله مسروقه ولازم تردها لي
ولا انا وهي ما لا تروحوا للحبس ردي بالها. نقول لك الصح، واذا رجعوا لك السلسله غير شريك كادو لصالح، هو غير شاف النمرو تمتم عرف باللي نتاع توفيق، وتفكر باللي سقساها على السياره تاعك من قبل هاكي شافيها. وزيد وكي هضر مع اللي تبيع السياره وعطات له وصايف نتاع المراه اللي شرات السلسله، عرف باللي جميله خداعه. قالت اسمها زاهيه. شفتي هذيك يماه اللي تبعت جميله باش تشري صياغه ومن بعد تعاود لها البيع ولا تشريها لهنا. هذا ما كان هنا قالت الامل باللي السنسله هذه تباباها ماشي هذه تمانها، والسنسله اللي يعرفها هو التوفيق ماشي يماه. تعرفي جاب يا ربي توفيق حاب يدير لي مشاكل مع بنتي. لا السحر ياخذ فيه الحق. فريال ما تكبريها. نشوفوا واحد الحط واش نقول واحد الدار ما كاش الحيوطه غير الزجاج في راس الجبل. كيما يقولوا بيدي عصام خلوي. ما تقوليش انا والله مره اخرى كي نروح غير نديك معايا. ان شاء الله ان شاء الله. الفايده كي ريحت وجيت بخير وصبتنا بخير في هاد الساعة. ايه وساعة اخرى كاش ما صافي بيبي؟ لا 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 الحمد لله الحمد لله. وشنو هذيك المسودة نتاع جميلة؟ اوه جميلة هذا مكان. كيفاش هذا مكان؟ قريب جيت وصبتها في الحبس. الحبس؟ ايه قريب دخلت للحبس. انا ما على باليش بصح شوف الى كسرت انا نروح نطلع عليها غير مره واحده. وش صار فهميني. هاني تفكرت لو كان ما تدخل للحبس باش هكذا نصيبوا لها سبه ونخرجوها من دارنا. راح تدخلي لي القلق فهميني يرحم والديك. دوك تفهم دوك نفهمك. جميله شرات الصياغه المسروقه وحطتها في بواطه. اما انايا شفت هذه البواطه بصح انا عندي بالي انت اللي خليتها لعيد ميلاد هانا. عطيتي الصياغه المسروقه لبنتي؟ ايه راحت بها للمسيد. يا ربي كاش واحد شافها؟ ربي يسترنا. وراي وريها لي وراي. ها انا وجدتها. ها شوف تجي في بالك انا شنو السلسله كيما هذا بنتي؟ تحب نقول لك هذيك المسوده نتاع جميله تعرف واش قالت لي في التليفون؟ قالت لي باللي انت اللي عطيت لها الدراهم حبه تحصلك. كذبت عليك. انا سلفت لها الدراهم غير باش انا نهار جميله عطتني السلسله رميتها في الخزينه تما ما انتبهتش. بصح هذه وشنو؟ تعرف مولاتها؟ لا عرفها. ايه مالا مالا بعثها لها وقولها باللي صبتها في الزنقه ولا تستنى الا تعرف عنوانها ابعثها لها في البوسطة. على بالك باللي كانت لابستها في ريال النهار طاحت لها في ريال. عرفتها. انا قلبي خبرني باللي لازم لازم تبعد على هذا المراه. انت تشوفي بزاف التلفزيون. انا حتى واحد ما يلعب بيا فهمت. هذه راهي تسلف الصياغه على حبابها ولا على جيرانها ومن بعد تقول لهم بحرتها ولا سرقوها لي. وماشي من المحل باللي راهي تعطيها لجميله وتخبيها لها وجميله هي اللي تبيعها. فريال ما تعرفش جميله. مالك وجميلة يعرفوها؟ هو أنا على التليفون صالح هو يفهمني خير. لا رجلي رجلك فهمت؟ نروحوا نصدموا عليهم ولا ما فريناهاش نروحوا للبوليس.
يا ربي يا خي مصيبة يا خي يفتح يا رزق. أنا حوايجي مازال ما لحيتوش الفاليزا. ساهل روح دوش بدل حوايجك وروح نزدو عليهم باش هكذا ما يلعبوناش برجلينا هذيك فريال وحبابها. يا خي مصيبة يا خي يا خي حالة يا بابا على سلامتك جاتو بلوتني بنتك ها انا قول عجبها الحال وكلات لي كامل دراهم مسكينه خدات درس في الحياه تلاقات بنت يما عبد الزوج بابا بنتي امال ما نحبكش تمرضها لي حرام عليك ربيها في الحطن وخبي الحقيقه على باباها وتشوفي وين توصل بابا الله يسجيك هم الخدمه انت تزيد لي صح تعش معنا اليوم انا خرج لي شغل حليت الباسبور نسيبو خلاص يلزم نروح نشوف هذاك عمي مراد كما تسمي واحد مبروك يعاون لي نخرجوا بالخف ندبر عليك شوف ادي معك امال هذا مراد يعزها ويحبها في خاطرها يخرجوا لك في رمشة عين الله نشوفها شوفي نتعشى معكم بشرط نطيب لك لمتون تشختوخه يا خاله بابا وتشختوخه مزيان لك الكونجيلاتور هاي ولا لازم انا نتزق روحي بهنا عندي فرحه تاني وكل يوم عرض اليوم ندخل بكري اسمع تشرب لاتاي مع الماء ياسمين وزينب صاحبي زوج منو يا عكس وعيش عشيت ما نصبرش على المقلة تاع اختي زينب هاي كيفها هيا بعد خلينا نخرج صح يلا هنا ماشي كيما في البلاد دير يضرب البندير يحضر الطعام منهم مهما قفلوا او حلوا وكذا يا انت تعبت منها وانت ما تخاف من صباح وانت ما كاش لو انا شغل تخدمني ما كاش توسع توسع ما كاش كاش توسع اعطيني خمس دقائق نلبس ونعد روحي ونجي معك عدد الناس المتقدمين اللي ما يعرفوا يديروا لا توسع لا عشا يا ما كاش معاونه ما تفهمكش معاونه ما تفهمش الاواج هلو مساء الخير ها سي بشير دوك نعقبهولك راه هنا صح او على جهلك او على جهلك خويا السي بشير راح فين هذا معاك بشير خلنا خويا واش كاين نقمة جم كرفصة كيف في ستة مغبرة روح انت معاه وانا نفضحها لك الو سي بشير كيرا والله لا عندك زهر والله لا عندك زهر قد خارج نقبل جام كرسة الفيستا مغبرة كيف احنا ما نعرفش نحن اخبارنا عندك الحق انت راجل خبريها ولا ما فيها بعد بالقسم عن سيد المير قول له يخرج الكواوات تاع اختي زينب ها اسحجهم بفين خويا مازال لا ليه او هذا ماسي بشير مش يدرك الكواوات مصفوف ايه الله يخليني خويا ايه هاك عمر وين نسمي على بالي هاك نحيتها الكبرى من هنا اسمع بيع البقرة و انا يقول لك بيعها بيع البقرة وارسل لي طعام ايه ايه البقرة يا خو علي خويا بحق تاع الدار خويا الصغير باع الفرد ولعم البقرة والدراهم واش راح يدير بيهم بيعها بيعها بيع لي البقرة بيع لي البقرة وارسل لي طعام هاي ابقى لك خويا راني مشطها لك هذا كي تلبسها تولي كي الغزال 55 عليك الحمد لله اللي عندي اختي وياسمين هما اللي معمرين في الدار الحمد لله صحيح هما هي يمها بصح نقص من خرجات ياسمين ماش عجبها الحال ما اليوم ما نسيش نعم ما تتبرجع هيا قاعد
ياكش أما الغوي